السلام عليكم. راح أشرح بهذا الفيديو شيء بسيط عن الـ Industrial Sectors أو القطاعات الصناعية. طبعا هذا الموضوع هو موضوع مهم لأن له علاقة بتطور البلد، والبلد كل ما يتطور كل ما تتطور الصناعة مالته، أو خلينا نقول إنه الصناعة هي معيار من معايير تطور هذا البلد. فبالبداية خلينا ندخل كإنترودكشن بسيط، إحنا شو نقصد بالـ Industrial Sector؟ هي كل المصانع، المعامل، الشركات اللي refer to an economic activity، كل الشركات اللي عندها هذا اللي هي الـ economic activity، شيء له علاقة بالـ economy that is concerned with the production of good, extraction of minerals or provision of a service، اللي هن ذن اللي راح نقسمهن احنا بعد شوية. إذا هي كل الشركات اللي لها علاقة بهذن الثلاث مجالات اللي هي أما إنتاج أو استخراج أو تقديم خدمة. ومثل ما قلنا الـ industrial sector have been proven to be one of the main indicator for the economy growth of a country. إذا هو واحدة من المعايير اللي من عندها احنا نقدر نعرف هل البلد هذا هو دا يتجه نحو الـ growth، نحو النمو ولا. فإذا فكرة هذا الفيديو هو فقط أن نعرف شنو هن الـ industrial sector أو القطاعات الصناعية. لذلك أنت مثلا من تشتغل إن شاء الله في شركة معينة لازم تعرف أنت ضمن يا قطاع هذا تشتغل به. فالقطاع الأول الـ primary sector هو القطاع الاستخراجي. القطاع الاستخراجي the primary sector works with the getting raw material، أي عملية استخراجية للمواد الأولية نعتبرها ضمن القطاع الأول. طيب شنو هي الـ common industry in the primary sector؟ شنو هي بعض المصانع أو خلينا نقول الشركات اللي تشتغل بهذا المجال؟ مثلا الـ agriculture، أنت الآن من تحصد المزروع او الزرع مالتك فانت قاعد تشتغل بالقطاع الاول. عندك المايننج، استخراج المواد الاوليه، استخراج الحديد، الفحم، استخراج المواد الاوليه من باطن الارض، ايضا هي عمليه ضمن القطاع الاول، عمليه استخراجيه. او فيشنج، صيد الاسماك، هي واحده ايضا من الامثله الخاصه بالبرايمري سيكتور. اذا البرايمري سيكتور هو جيتينج رو ماتيريال، استخراج المواد الاوليه. الآن نجي للقطاع الثاني السكندري اللي هو راح ياخذ هاي المواد الأولية ويحولها إلى بضاعة. إذا السكندري سيكتور involves manufacturing and production، تحويل المواد الأولية اللي استخرجناها بالقطاع الأول إلى goods، بضاعة أو service، خدمة. شنو هي مثل بعض الشركات أو الاندستري اللي هي بالقطاع الثاني أو القطاع الثانوي؟ واحدة من هاي الأمثلة الأوتوموبايل، صناعة السيارات. صناعة السيارات هي واحدة من الشركات أو الصناعة اللي هي ضمن القطاع الثاني، القطاع الإنتاجي. عندك الإلكترونيك إندستري، قطاع هذا الصناعات الإلكترونية هي أيضا ضمن القطاع الثاني أو ضمن التصنيف الثاني اللي هو صنف القطاع الإنتاجي. عندنا مثلا الستيل إندستري، صناعة الستيل، الحديد، هذني كلهن أيضا يقعن ضمن القطاع الثاني اللي هو القطاع إنتاجي. عندنا القطاع الثالث، القطاع الأخير اللي هو قطاع provide service، يقدم لنا شنو؟ service، خدمات. شنو هي الاندستري اللي تقع بالقطاع الثالث؟ مثلا عندك البنك. البنك هي عبارة عن شركات تقدم خدمة، مثلا شركات الاتصالات، مثلا عندك الترانسبورتيشن، شركات النقل. إذا احنا مثلا لو نجي نقول انه احنا استخرجنا الحديد بالقطاع الأول، صنعنا السيارة بالقطاع الثاني، حطيناها بالخدمة بالقطاع الثالث. وأيضا مثلا عندك الريتيلرز اللي هي السوبر ماركتات. إذا هذني هن أمثلة تابعة للقطاع الثالث اللي هو القطاع الخدمي. إذا كان الغرض من هذا الفيديو هو فقط تصنيف القطاعات، أنك أنت تعرف أن القطاعات عندنا ثلاث أنواع من القطاعات: القطاع الاستخراجي اللي هو يستخرج المواد الأولية من باطن الأرض، القطاع الإنتاجي اللي هو يحول هاي المواد الأولية إلى goods، بضاعة أو خدمة، والقطاع الثالث اللي هو يقدم الخدمات إلى الزبائن. هذا كل ما حبيت أقوله بهذا الفيديو. شكرا جزيلا، وألتقيكم في فيديو آخر إن شاء الله.